وليست ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. نعم، لست تطيق أهونها عذابا، ولذلك أهون الناس عذابا من توضع تحت قدميه جمرة يغلي منها دماغه. الله أكبر، هذا أهون الناس عذابا. وإذاك يؤتى كما جاء في الحديث بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول له: غمسة واحدة أنسته الدنيا بما فيها بنعيمها الذي عاش، وشوف كم عاش من السنين، كم كان سعيدا، كم كان لاهيا، كم كان يعني متمتعا فيها، غمسة واحدة فقط. فيقول: ما مر بي خير قط. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن هذه لكافية، يعني لو يعذب الإنسان بهذه النار لكافية. الآن شوفوا واحد لو سقط في النار خلال لحظات احترق كله، صراخ وهذا ويموت لحظات ما في شيء. يقول: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: إنها إن كانت لكافية، هذه كافية. يقول: فإنها فضلت عليها 69 مرة والعياذ بالله. نعم.